الإخوان والأخوات، أصدقاء ومتابعي القناة، السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة. نطرح الشيخ أحمد سهوم اللي قال في القصيدة ديالو عن فن الملحون: فن الملحون فن سهني ساطع في سير الزمان، في الحكمة على اللوان. فن الملحون فن باني ما يهدم يا سيدنا. وهكذا كيسترسل حتى كيوصل شيخنا وهلو من سير الزماني. ناس طيبة في كل آن، فيهم العطف والحنان، أميين لكن الغاني وهبهم علم مافنا. أحبائي، اختارت لكم من هاد الناس اللي ذكر الشيخ سهوم رجل ملحوني، هو سيدي أحمد بن إبراهيم الساخي والملقب بالفكوس. سي أحمد من أبنائهم من الزاوية العباسية، وانتقل للسكن بالتوديات في الوحدات الثالثة. كان رجل طيب وبشوش وصاحب روح مرحة. كان معلم سيكليس، كان بمعطى الله، وكان ليه دكان بحي باب تغزوت بين سينما مرحبا وولاد بن عمر اللي كيبيعوا الكفتة. كيتلاقاو في هذا الدكان كل أهل الملحون والباحثين والمهتمين بجميع التراث الشفاهي. وكان مقصد أيضا أصحاب النكتة والبسط تواقون للترويح عن النفس. من اللي كيبدا شي واحد منهم بمطلع كيستفز به المعلم وكيقول الفكوس تيقولوا رجل منحوس، وهنا كيتدفق شلال الضحك. الله يرحم السي أحمد ويجدد عليه رحمة الله. السي أحمد إلا ما كانش كيصلح شي عجلة كتلقاه كيداب وطرات السويسي ومعسول شعر الملحون نشدوه في دكان وعداد من المولوعين بهذا الطرب الأصيل، فيهم شيخ كبار وهوات وصنيعية ومعهم الطلبة. أعزف السي أحمد على آلة سويسي ما يقارب مدة 50 سنة، وجلس مجموعة من شيوخ الملحون الكبار، وكان كيجلس عنده في حانته السي محمد بوسطة رحمه الله والعزيزي والعسكري وغيرهم. وهذا قبل ما توفيه المانية في سنة 2022. اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك يا رب العالمين. أحبائي، حتى نتلقاو في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، كل محبة والإخاء.